بسم الله الرحمن الرحيم. الآن راح نحكي عن موضوع serializing الobjects. الآن معنى كلمة serializing الobject هي عبارة عن a process of converting the object to stream of bytes. هي عبارة عن عملية تحويل الobject لسيل من البايتات. الآن هذول السيل من البايتات that can be saved to a file for later retrieval. اوكي الان هاي السيل من البايتات ممكن نخزنها على ملف وبعدينك ممكن نسترجعها. الان بالبايثون عمليه الاوبجكت سيريالايزيشن تسمى البيكلينج. طيب الان البيكلينج اوكي في عندنا ستاندرد لايبراري موجوده بروفايد موديول اسمها بيكل اوكي وهاي فيها عباره عن مجموعه من الفانكشن اللي بتعمل سيريالايزنج اوكي او بيكلينج الاوبجكت. طيب الان كيف ممكن نخزن احنا اوبجكت داخل ملف؟ اوكي الان اول شيء لازم نفتح الملف، فمثلا نقول هون output file equal open my data.wb اوكي. الان هاي عباره راح الان تروح تفتح ملف اسمه my data.dat، وهذا راح يكون الملف مخصص لايش؟ للكتابه بايتات عليه، رايت بايت. اوكي الخطوه الثانيه بعد ما نفتحه راح نستخدم ميثود اسمه dump بمديول اسمه بيكل. هذا الميثود اللي اسمه dump بنعطيه الاوبجكت وبنعطيه الفايل تبعنا، فبالتالي راح يروح يحول لي الاوبجكت لستريم اوف بايت وراح يكتبه على الستريم فايل اللي اسمه فايل. اوكي فمثلا إذا بدنا على سبيل المثال إذا كان عندي ديكشنري بدي أخزنه داخل ملف، بكل بساطة أول شيء لازم أعمل import للبيكل، بعدينك الديكشنري تبعي بعرفه أو بعطي أي قيم. هسا بفتح الملف تبعي وبعطيه اسم هذا الملف وبختار المود write byte لأنه أنا بدي أكتب عليه وبدي أكتب عليه بايتات، فبالتالي بفتح الملف تبعي. أوكي الآن البيكل دوت dump هذا الميثود اللي اسمه dump راح يمسك لي الان الفون بوك اللي هو ديكشنري فون بوك ويكتبه دفعه واحده او يحوله لستريم اوف بايت ويكتبه على الملف اللي هو من اللي اسمه output file اللي هو فون بوك دوت دات. اوكي احنا هنا بالdump نعطيه الريفرنس للملف تبعنا. اوكي وبالاخير طبعا بس نخلص من الملف لازم نعمل له اغلاق. الان في عندنا هنا مثال اوكي هسه في عندنا هنا مثال، خلينا نعمل مثال على رايت. اوكي افرضوا في عندنا مثلا ديكشنري على سبيل المثال دي ايكوال، ممكن اعرف ديكشنري فاضي اوكي ممكن اعبي في قيم مثلا دي ايكوال مثلا، طبعا تعرفوا الاليمنت بده يكون اللي هو عباره عن الكي والفاليو، الكي تبعي 10 الفاليو مثلا احمد، بدي احط اليمنت ثاني 5 علي مثلا 20 عمر. هذا الدكشنري ممكن اعرف لسته مثلا لسته معينه سميها A، وهي اللسته مثلا احط فيها اشياء مثلا احط فيها مثلا يعني ارقام مثلا 20 ونص ناقص 3 14 32 7 بالعشرة. أوكي عندي هاي لستة معينة، ممكن يكون عندي أرقام عادية مثلا num equal 15 على سبيل المثال. أوكي الآن عندي هاي أرقام، ممكن هسا على هذول الإليمنت أو هذول المكونات على سبيل المثال بدي أخزنهن داخل ملف. أوكي فبإمكاني شو أعمل؟ أعمل التالي. أوكي إذن أول شيء بعرف فايل بقول له f equal open. أوكي الآن بدي أفتح ملف مثلا اسمه info.txt على سبيل المثال، وبدي المود تبعه لاحظوا بين single quotation write byte. أوكي هسا هاي شو راح تعمل لي؟ رايح تروح تفتح لي ملف اسمه info.txt وانا مخصص للرايت بايت. هسه هاي راح تروح الان تفتح ملف. هسه الملف اذا مش موجود هاي الاوبن راح تنشئ هذا الملف لانه رايت، راح تنشئ لي اياه
هذا الملف، راح ينشئ. وين راح ينشئ؟ بنفس مكان وجود البروجكت تبعي. اوكي، بعد هيك بس بعد ما ينشئ نفس مكان وجود ملف البايثون تبعي، اوكي نفس يعني البروجكت تبعي، راح ينفتح الملف تبعنا اللي اسمه info.txt. هسا اذا الملف مش موجود راح ينوجد، طب اذا موجود راح يشطب القديم ويعمل واحد جديد، هيك الرايت بارت. هسا اذا بدي اضيف اضافه عليه اصير يعني اضيف اضافه على السابق، فبختار ايش؟ append byte ab. انا هسا بدي رايت بارت. اوكي، الخطوه الثانيه كيف بخزن هاي الاوبجكتس الموجوده عندي فوق؟ اوكي، كيف ممكن اخزنها؟ بكل بساطه اوكي ممكن ان اخزنها كالتالي. اوكي، بكل بساطه جمل بيكل، فبالتالي راح استخدم البيكل. اوكي، موديول بيكل، طبعا هو لحاله بيعمل لي امبورت بيكل. تمام، دوت دم، راح استخدم ميثود اللي اسمه دم، ورايح اختار الاوبجكت اللي بدي احطه. هنا بدي احط الدكشنري دي، وبدي اختار الملف اللي بدي اكتب عليه اللي هو الانفو دوت تكست. طبعا راح اختار له اصل. الان هاي شو راح تعمل لي؟ هاي راح تروح تمسك لي الدي تحوله لستريم اوف باي وتخزنه وين؟ على الملف، على الاف. الاف هذا ستريم متعامل مع الانفو دوت تكست، فبالتالي هذا الستريم اوف بايت راح يروح يتخزن بالانفو دوت تكست. طيب بدي هسه اخزن الاي اللي هو الليست اي، فبقول له بكل دوت دم، وبقول له اي على اف. هسه بدي اخزن النمبر نم، نفس الاشي بكل، عفوا بكل دوت دم، وايش؟ وبعطيه اللي هو نم وبرضه اف. الان مباشره هذول الجمل راح شو تعمل لي؟ اوكي، مباشره هذول الجمل راح تضيف لي راح تضيف لي الدكشنري على الملف، راح تضيف لي اي على الملف، وراح تضيف لي النم على الملف تبعنا. اوكي، هسه خلصنا هيك راح ينضاف. اوكي، الان شو بنيجي بنعمل؟ بنسكر الملف تبعنا، بقول له اف دوت كلوز، اف دوت كلوز. اوكي، هيك بكون كتبنا الديكشنري والليستة والنم على الملف تبعنا. هسا لو نعمل له run، طبعا خلينا اقول له مثلا هون print the end، خلينا نكتب جملة. تمام، خلينا نعمل run. ممتاز، الان المحتويات الديكشنري تبعي والاي والنم تبعاتي انكتبن وين؟ على الملف تبعنا. طبعا تحول الستريم اوف بايت وانكتب بكل بساطه على الملف تبعنا. طيب الان طبعا اذا بدنا نروح نشوف الملف مش راح يعني نقدر نشوف المعلومات بشكل صحيح، لانه عباره عن بايتات موجوده داخل هذا الملف. الان السؤال تاعنا كيف اذا بدنا نعمل قراءه من ملف. فالآن كيف بدنا نعمل قراءة من ملف؟ طبعاً بكل بساطة لازم نفتح الملف ونفتح الملف تبعنا ونعمل له ايش؟ read byte، وبالتالي راح نقرأ من الملف تبعنا. اوكي، فلازم نفتحه وتكون المود تبعتي read byte. الخطوة الثانية في عندي function اسمه load، تعطوا الملف تبعكو. هاي اللود راح تروح كل لود بتروح بتقرأ الستريم اوف بايت من الملف. اوكي، اللي هو الاوبجكت كاوبجكت، وبتحولها لاوبجكت وبترجع لي اياها. باجي انا بخزنها بالاوبجكت بالريتيرن فاليو. اوكي، فمثلا امبورت بيكل انبوت فايل ايكوال اوبن، بفتح مثلا الملف تبعي وبختار له ريد بايت. الخطوه الثانيه بعمل لود، اللود هاي بتروح بتجيب لي اول اوبجكت موجود. اوكي، وبتروح بتجيب لي اياه، بتحوله لستريم اوف بايت من الملف اللي الستريم تبعه انبوت فايل، طبعا input underscore file. اوكي، بتحط لي اياه بترجع لي اياه بالبي بي. هسا اذا طبعت البي بي هون بهذا المثال، طبعا هذا المثال الموجود هون هو السابق يعني ملف في ديكشنري هذا، فبالتالي راح يطبع لي الديكشنري اللي اصلا احنا مخزناه، وبالاخير بنسكر الملف تبعنا زي هون كمان. اوكي، فبالتالي لو بدي اقرا محتويات الملف تبعي فطوالي بقول له f1 equal
open. اوكي open. بدي اختار الملف اللي بدي اقرا منه info.txt. بعدين اكشف المود تبعي، بدي اقول له read byte. هذا المود تبعنا. هسه حاي راح تروح تفتح الملف اللي اسمه info.txt. هسه اذا الملف موجود راح يفتحه، اذا الملف مش موجود راح يعطيني exception find not found. طب على كل حال فتحنا الملف. هسه بدي اقرا من الاوبجكتات. اوكي، فمثل ما اقول له x equal بيكل دوت لود، وبقول له هنا عفوا هاي شو راح تعمل لي؟ راح تروح تقرا لي اول اوبجكت احنا مخزنينه بالملف، اول اوبجكت احنا مخزنينه بالملف اللي هي انفو دوت تكست، راح تجيب لي اياه وتحط اياه بالاكس. طيب واي بتساوي بيكل دوت لود اف2، راح تروح تقرا لي الاوبجكت الثاني اللي هو الستريم اوف بايت تاعات الاوبجكت الثاني، راح عفوا راح تحول لي من هذا الملف ثاني اوبجكت، راح تقرا الستريم اوف بايته، وبالتالي راح يرجع لي ويتخزن بالواي، راح يرجع لوضع الطبيعي اللي هو الاوبجكت اللي هو بهاي الحاله الليست. زد ايكوال بيكل دوت لود عفوا برضه، هاي راح تروح تقرا كل لود بتقرا لي اوبجكت، هاي راح تقرا لي الستريم اوف بايتس تاعات الاوبجكت رقم 3 ماشي، وبتحولها الستريم اوف بايت تاعات الاوبجكت الثالث، وبترجع لي اياها كاوبجكت وبتخزن لي اياها بزد. هسه لو اطبع برنت اكس وبرنت واي وبرنت زد، اوكي راح يطبع لي بالترتيب الديكشنري والليست والنم، وبالاخير بدي اقول له كلوز. لازم دائما اي واحد بقول له اف1 دوت كلوز. اوكي خلينا الان نعمل له رن. تمام، اذا زي ما لاحظنا اول شيء طبعا هاي طبعا لي ذا انت هيها كتب على المحتويات. الان العمليه التاليه اللي هي عباره عن اوبن انفو دوت تكست ار بي، فتحنا الملف تبعنا اللود الاولى قرات الستريم اوف بايتس تبعت الاوبجكت الاول اللي هو تبعت الدكشنري وحولتها للدكشنري ورجعت اياها وخزنتها باكس، فلما طبعنا الاكس طبع لي الدكشنري تاعي. الان اللود الثانيه راحت على الملف اف1 فراحت قرات لي الاوبجكت الثاني، فقرات الستريم اوف بايتس اللي مخزنه بالملف حولت او رجعت لوضعنا الاصلي فرجعت الكلستا وخزنت لي اياه في واي، طبعنا واي فهي قيمه واي. الخطوة الثالثة F1 الأوبجكت تبعي اللي هو عبارة عن انتجر راح قرأت الستريم اوف بايتس تبعاته اللي هو الانتجر تبعي، وبعدينك رجعت لي اوكي رجعت لي وخزنت لي وين ب خزنت لي بالزد. اوكي هذا الأوبجكت خزنت لي بالزد، فلما طبعا الزد طبع لي 15. الآن قلنا له F1 دوت كلوز، هيك راح يسكر لي الملف. هسا السؤال تبعي لو اعمل ايش مثلا w equal يعني بكل زياده بكل دوت لود اف1 اكيد الملف اف1، عشان نشوف شو والله شو هي ممكن تعطينا. اذا عملنا run اوكي ايوه اذا عملنا run لاحظوا البكل الاولى حطت لي بزد، الثاني حطت لي بواي، الثالثه حطت لي بزد، البكل الثالث لود من اف1، فطوالي راح يقرا من ماذا الاوبجكتات بالملف اف1، وبالتالي شو اعطاني هنا end of file error run out of input، فبالتالي هي هاللاين هذا حتى بعطيني اللاين رقمه رقم 26 وبكتب لي اياه وبكتب لي end of file. فعليا احنا رحنا نقرا من ملف وهذا الملف خالص. اوكي هذا الملف خالص، وبالتالي بهاي الحاله اعطتني هون بهاي الحاله اي او اف ايرور اند اوف فايل ايرور. طيب هسه السؤال تاعنا هنا لو كنت انا ما بعرف عدد الاوبجكت اللي بالملف، فبالتالي زي هون احنا بنعرف انهم ثلاث فعملت 3 لود، لو انا ما بعرف قديش عددهم وبدي اعمل عليهم وايل لوب فكيف ممكن هاي نعملها؟ طيب خلينا نحط كومنت عليهم هذول لاينز ونشوف كيف ممكن هاي نعملها.
هسه شو ممكن؟ ابسط طريقه، بعمل وايل لوب. اوكي، بعمل وايل لوب الان. بعمل وايل لوب الان وبخليه يقرا. هسه اخر قراءه راح تعمل لي اكسبشن اذا طلع عن الحد، وبالتالي بعالجها بتراي وكاتش. فمثلا بقول له فلاج واحد من الحلول ايكوال ترو. اوكي، فلاج ايكوال ترو او فولس حسب فولس. الخطوه الثانيه شو بجي بعمل؟ واي. اوكي، اللي بدها تقرا واي نوت فلاج. اوكي، هسه واي نوت فلاج شو هاي بتعمل لي يا شباب؟ واي نوت فلاج الان اول مره راح تكون نوت الفولس ترو. ممتاز، انا هاي الواي روح تضلها تشتغل. فهسه شو بعمل هون؟ تراي. اذا بحط تراي. هسه شو بدي بعمل هون؟ بقول له مثلا اكس ايكوال بيكل بيكل دوت لود. من مين؟ من اف 1 صح؟ من اف 1. ممتاز، اذا هاي البيكل دوت لود اول راح تروح تقرا لي اول لفه، راح تقرا لي محتوى اول اوبجكت، راح تحول تقرا الستريم اوف بايت تبعته وراح تحوله لاوبجكت طبيعي وترجع لي اياه، فانا مخزنه باكس. فهون بعمل برنت للاكس. اوكي، طيب اللفه الثانيه راح تقرا لي ثاني اوبجكت ستريم اوف بايتات وراح تحول لي اياه لا 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 الاوبجكت تبعي وتخزن لي اياه باكس، تحول لي اياه للاوبجكت اللي هو الليست. وثالث مره راح تروح تقرا لي بايتات الانتجر او النم ايكوال 5، تقرا لي بايتاته تحوله ل هذه اللود، تقرا الستريم اوف بايتس تحوله للانتجر للاوبجكت المناسب راح يكون نم نوع ايكوال 5 وتحط لي اياه باكس، فبرنت اكس راح تطبع لي 5. اللفه الثالثه هاي اللود راح تعمل اكسبشن، فطوالي راح تروح وين؟ بما انها التراي هاي اللود راح تعمل اكسبشن، فمين راح يلتقطها؟ الاكسبت. وهذا الاكسبت اسمه تونا قلنا اي او اف ايرور، تونا شفنا. هسه لما الاكسبت تصير او اف ايرور طوالي بشو بنيجي احنا؟ بنعمل فلاج ايكوال ترو ايكوال فولس ايكوال ترو. طيب هسه كل لفه وايل راح ينفذ جزء الترايل، اللفه الثانيه راح ينفذ جزء الترايل، اللفه الثالثه راح ينفذ جزء الترايل، اللفه الرابعه راح يفوت تون على البيكل راح تعمل لي اكسبشن فراح يروح على الاكسبت فراح يعمل فلاج ايكوال فولس. طبعا بعد ما يخلص وين بروح؟ بروح على الوايل لوب، بيطلع من التراي اكسبت يعني بيكمل تنفيذه. اوكي، فراح يطلع زي ما حكينا عن الاكسبشن، فراح يطلع لبرا نط نط الفوق نط الفلاج نط الترو فولس، فبالتالي راح يطلع من الوايل لوب. وبالتالي فعليا بكون احنا هيك شو عملنا؟ فعليا مشينا اللوب صح وقرات للعناصر عنصر عنصر بدون ما نعرف قديش عدد العناصر. ممكن نعرف كاونتر اذا بدي اعرف قديش عدد الاليمنت اللي موجوده بالملف. اوكي، ممكن امشي معاه كاونتر هون مثلا اي ايكوال 1 اي بلس بلس او اي ايكوال 0 اي بلس بلس. خلينا نعمل رن بالله ونتاكد انه امورنا تمام. فعليا هي امورنا تمام. اوكي، وسكرت لي الملف تبعي. اوكي، الان هون فعليا عمليه انا قرات ملف في اوبجكتات مختلفه من انواع مختلفه. كمان لابد انه ننتبه انه على هاي العمليه اذا الملف مش موجود اللي هو ال دبليو بي اللي هو رايت بايت، اذا الملف مش موجود بوجده، واذا الملف موجود بيشطبه. اوكي، في عندنا بالسلايدات مجموعة من الأمثلة، والله حاولوا تشوفوها. اوكي، نفس اللي حكينا احنا هون بالتفصيل. اوكي، وهذول الأمثلة يعني حاولوا تكتبوهن كمان وتعملوا وتتبع. الآن خلينا ناخذ مثال ثاني على كيف ممكن احنا نخزن اوبجكتس داخل ملف. اوكي،
الآن كالتالي، افرضوا أنا في عندي ديكشنري، أو افرضوا أنا عندي ليست معين الـ equal، أوكي خلينا نقول، أو ARR equal، أوكي مثلا خلينا نقول 10 20 30 40 إيه أوكي، عندي هاي الليستة. افرضوا بدي أخزنها داخل ملف، هسه بقدر أخزنها دفعة واحدة كأوبجكت كامل، وصح وبصير، وبقدر أخزنها element by element. هسه خلينا نشوف كيف ممكن نخزنها element by element، ولا في أسهل منها. أول شيء لازم أعمل ملف، أوكي f equal open، هنسميه data dot text، أوكي طبعا أنا بدي أكتب عليه أو أخزن عليه، فبختار المود write by. هسه هاي إذا الملف مش موجود راح توجده، وإذا الملف موجود راح تشطب السابق. هسه إذا من نضيف إضافة على الملف السابق راح أختار append byte وليس write byte. احنا بدنا يعني نكتب على الملف السابق عنصر عنصر، احنا خلينا بالله رايت بايت نستخدم. الخطوه الثانيه ولا في اسهل منها، بدي امشي على هاي الليسته واخزنها عنصر عنصر، فبالتالي فبدي استخدم الفور لوب اي ان اي ار ار، لان الاي راح تكون 10 20، اول مره 10 ثاني مره 20 ثالث مره 30 ثالث مره رابع مره 40، فبالتالي بدي اقول له بيكل بيكل دوت دم، اوكي وايش بعطيه؟ بعطيه الاوبجكت تبعي اللي هو راح يكون بهاي الحاله اي، وبعطيه الباراميتر الثاني تبعي هو الملف اف. هاي شو راح تعمل؟ بيكل دوت دم، بيكل دوت دم راح تمسك الاي اللي هو اول مره 10 راح تحوله لستريم اوف بايت وتكتبه على الاف. اللف الثاني راح تمسك الاي اللي هو راح يكون بهاي الحاله 20 راح تحوله لستريم اوف بايت وتخزنه على الاف. اللف الثالثه نفس الشيء، واللف الاخير راح تكون الاي 40 راح تمسك الاي اللي هو ال 40 تحوله لستريم اوف بايت وتكتبه على الملف تبعنا. الان بكون احنا خزنا الملف تبعنا، بس نخلص من الملف بقول له اف دوت كلوز، هاي ضروريه. الآن هيك بكون احنا خزننا. فلو نعمل رن هسه راح ينشئ لي ملف وحط له فيه وحط له فيه 10 20 30 40 ككل اليمنت كاوبجكت. اوكي الآن طبعا اذا مره ثانيه اذا عملنا رن مره ثانيه هاي جمله الاوبن راح تروح شو تعمل؟ تشطب السابق وتحط ايش؟ تشطب السابق، الملف السابق وتفضيه لانه رايت باي، والفور لوب راح تكتب الاليمنت تبعات الاي ار ار بالملف. اوكي وبالاخير بنقول له اف دوت كلوز. هسه ايش بدنا نعمل الان؟ بدنا اوكي هسه ماشي الحال، انا قلت لك بدي اكتب لي برنامج مثلا بيقرا لي محتويات اوكي اليمنتس او ارقام وبعبيهن داخل لستة معينه. اوكي ممكن هيك نعمل، انا خزنت محتويات الليست واحد واحد، بس انا بدي استرجعهم واحطهم بلسته. اوكي شو تتوقع يكون الحل؟ كالتالي بقول له اف1 او اف نفس الشيء ما في مشكله، بقول له اوبن نفس اسم الملف داتا دوت تكست. مره ثانيه هذا الملف الان راح ينبحث عن وين؟ راح ينبحث عنه داخل ايش؟ راح نبحث عنه بنفس المكان اللي موجود في ملف الاكزامبل 1.python، راح ينبحث عنه. اذا لقى راح يفتح لي اياه، اذا ما لقى راح يعطيني اكسبشن. الان طبعا بحاله الريد المود تبعي راح يكون ريد بايت. الان شو راح تعمل هاي الجمله؟ راح تروح تفتح لي الملف اللي اسمه داتا دوت تكست. طبعا هذا الملف الاسم ده راح يدور عليه بنفس مكان او بنفس الدايركتوري والفولدر اللي فيه اكزامبل 1.python، راح ينفتح هذا الملف. ممتاز. هسه هذا فيه اوبجكتات اللي هي 10 كاوبجكت، 20 كاوبجكت، 30 كاوبجكت، 40 كاوبجكت. الان بدي اقرا محتوياته، وين اجي اعمل؟ وين اخزنها؟ داخل لستة معينه. فاللستة تبعيتي بدي اسميها مثلا ليست 1. طبعا ما بنفضل نسمي اسم كليست لانه الليست هي عباره عن كيورد، فبدي اعرف لي ليست اوكي، وتكون هاي الليسته تبعيتي فاضيه. اذا هاي راح تنشئ لي لسته فاضيه. هسه شو بدي اعمل؟ بدي امشي وايل لوب على الملف تبعي واقرا محتوياته واعبيهن داخل الليست. فبكل بساطه اوكي بستخدم نفس الحل السابق، وبقول له مثلا فلاج
افعل جي مثلا equal false. اوكي equal false. الخطوة الثانية بستخدم ال while loop while not flag. اوكي بعد ما قلنا while not flag اسعى الخطوة اللي وراها بحط try. ماشي شو بدي يعمل؟ بدي اقرا المحتوى. فكيف بقرا المحتوى؟ عن طريق اف1 دوت عفوا عن طريق بيكل دوت لود. هاي البيكل دوت لود بتروح على الملف وبتجيب لي اول اوبجكت. اول اوبجكت راح يكون رقم 10. تجيب لي اياه طبعا من وين؟ من اف1 من الداتا دوت تكست. ممتاز. راح تجيب لي اياه. اوكي راح تجيب لي اياه اول واحد وتسترجع تجيب لي اياه كستريم اوف بايت وتحول لي اياه لاوبجكت. نجي احنا بنخزنه بالمكان اللي بدي اياه فممكن اخزنه باكس. بعدين اكس بعملها وين؟ بضيفها على الليست تبعيتي او مباشره. شو بقول له؟ خلينا نقول اكس ايكوال ليست. بعدين بدي اقول له ليست 1 كيف بضيف على لسته دوت. في عندنا ابند، في عندي انسرت. اوكي لكن احنا راح نستخدم الابند. ابند راح تضيف لي اياه على هذا الاوبجكت تبعي اللي هو الاكس مثلا، راح ينضاف على الليسته تبعيتي. ممتاز. بعد ما طبعا راح يظل يقرا ويضيف يقرا ويضيف يقرا ويضيف. هسه بقول له هنا اكسبت. اوكي طبعا هنا متى اخر لود؟ اللود راح تقرا اول لود تقرا العشرة بتحطه باكس، ثاني لود العشرين بتحطه باكس، ثالث لود الثلاثين، رابع لود الاربعين، خامس لود بتعمل اكسبشن اسمه اي او اف. ممتاز. فهسه بال اي او اف بحط الفلاج اف ال جي ايكوال ترو مشان بس اخر وحده راح يجي هون ينفذ الاكسبشن فلاج ايكوال ترو. بعدين وين بيرجع؟ بيرجع على الوايل، بيطلع من التراي اكسبت اللي هي داخل الوايل وبرجع بنفذ الوايل، فبلاقي النط الفلاج نط الترو فولس بطلع لبرا. ممتاز. بكون هيك خلصنا وقرأنا محتويات الهاي. الآن بنطلع بريت الوايل لوب. اوكي وبنيجي شو من هنا ممكن انا اطبع الليسته تبعتي ليست 1. هاي بنعمل له ران فراح يكون 10 20 30 40. هاي هي محتويات الليسته تبعتنا. اذا احنا انا عندي ليست معين وخزنتها ايليمنت باي ايليمنت، بعدين استرجعت هذول الايليمنت وحطيتهم بليست. اوكي فبالتالي هذا عباره عن مثال على البيكلينج. اوكي طيب الان في عندنا ملاحظه. ايش هاي الملاحظه؟ شوفوا يا شباب هسه لو رحنا فتحنا ملف للقراءة وكان هذا الملف مش موجود، يعني زي هون قلت له open data1.txt، طبعا ما في data1.txt وين راح يدور عليه بالworking directory اللي فيه البايثون، اللي فيه ملف البايثون تبعنا مثلا زي هون example1.python. فالملف هذا راح يكون موجود بنفس هذا المكان. الآن هاي الجملة لو عملنا لها run اوكي الاوبن وكان المود ريد اوكي، بهاي الحالة لو عملنا run بنلاحظ انه بعطيني ايرور عليها وبعطيني exception find not found error no such file or directory اسمه data1.txt. الان مشكلة اذا صار ايرور زي هيك رحنا احنا نحاول نفتح ملف وهذا الملف نقرأ منه وهذا الملف مش موجود رح يعطيني هذا الاكسبشن. فالحل تبعي انه ممكن استخدم ميثود اسمه exist. اوكي هذا الميثود اللي اسمه exist بفحص لي اذا الملف موجود او لا، وبالتالي قبل ما نعمل open ممكن نعمل if statement اللي بتدور على هذا الملف. فبقول له if في بقدر بستخدم موديول اسمه os dot في عندنا path. اوكي بعدينك بحكي له dot exist. اوكي وبعدينك بحكي له ايش اسم الملف تبعي data1.txt. اوكي
وبعمل عملية الأوبن بداخله. الآن هذا الملف أو هاي الـ FOS أوكي، طبعا لازم أعمل import للـ OS أكيد. الآن هسه هاي العملية أوكي، هذا راح تروح تدور لي على على الملف اللي اسمه data1.txt. طبعا وين راح نفس الدايركتوري اللي فيه example1.python، ملف البايثون تبعنا. وبالتالي هسه هاي شو راح ترجع لي بهذا المثال؟ راح ترجع لي فولس. هسه اذا فولس مش راح يفوتون، اذا ترو راح يعمل لي اوبن، وبالتالي مش راح يعطي اكسبشن ولا على اي حاله. تعال لحظه، اذا عملنا ران مش راح يعمل اكسبشن لانه هون اصلا هذا اعطاني فولس، وبالتالي مش راح يعمل لي اوبن لانه هذا الملف مش موجود، وبالتالي مش راح تعطي اكسبشن. اما اذا فتحت داتا دوت تكست راح تكون هاي ترو، وبالتالي هون راح يفتح لي اياه، وبالتالي ممكن هنا اكمل كودي زي انا ما بدي. اوكي، وبهاي الحاله بكون احنا انهينا فكره الاوبجكت سيريالايزيشن.